أعلم أن الوحدة اليمنية هي خلاص للشعب اليمني كله. الأول من يناير بالنسبة لليمن ليس مستهل عام جديد فقط، بل نهاية مسيرة بطلها سياسي كبير غادر الحياة قبل 6 أعوام مخلفاً إرثاً من الممارسة السياسية المشرفة. هذا الزخم في تلك المهرجانات كسر حاجز الخوف، حاجز الخوف من أن ينافس الرئيس علي عبد الله صالح أو غيره في منصب الرئاسة. فيصل بن شملان الذي خاض أول منافسة حقيقية على منصب الرئاسة في اليمن وكشف بأدائه القوي زيف الادعاءات التي ظل يسوقها المخلوع صالح عن حقيقة التزامه بقواعد الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة. أنهى فيصل بن شملان مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح والمثال الحسن عن نزاهة المنصب وجدارة المسؤولية في كل المواقع الحكومية التي شغلها في ظل التشطير والجمهورية اليمنية الواحدة. وعلى هذا الإرث راهن اللقاء المشترك، وهو تكتل المعارضة الرئيسي في اليمن ما قبل ثورة 11 من فبراير 2011. فدخل بن شملان السباق الرئاسي بأمل ينعقد على آمال الملايين من اليمنيين الذين صبطوا له واستطاعوا أن يجردوا صالح من ميزة أنه رئيس مجمع عليه. شخص إرهابي كبير كان ينوي بعمل أعمال إرهابية في العاصمة صنعاء ضد منشآت أمريكية وفندق موفنبيك، وهو اتضح في الصورة أهو هذا الولد الياور الذي يقف أمام مرشح المشترك. عمل صالح كل ما بوسعه لشيطنة منافسه ولم ينجح في التأثير على النتيجة، فتواطأت لجنة الانتخابات معه وفرضت نتيجة مغايرة عن تلك التي جاءت بها صناديق الاقتراع. لم يكتفي المخلوع بالتزوير بل أعد العدة لمواجهة خيار فوز بن شملان، وهو الخيار الذي أفشله بسطوته ونفوذه على الدولة. كلامه قال غلط الكمبيوتر، طلع بن شملان ناجح، هدد ما هو بالدبابات حرام ما دخل بن شملان ولا حكم، ادوا الدبابات ادوا الطائرات يلا. هذا كلام الأخ علي عبد الله صالح. رحل بن شملان في الأول من يناير 2010، وبرحيله طويت حقبة مهمة من تاريخ اليمن لم يهنأ خلالها المخلوع بالسلطة، فبقدر ما حرص عليها خذله فساده وسوء إدارته للدولة، فكان الحصاد ثورة شعبية عارمة أسقطته من علياء السلطة وحولته إلى مجرد زعيم حرب يتوارى نجاة بنفسه في أقبية صنعاء. هو الثمن المستحق لرئيس اختتم حياته السياسية بالخيانة حينما تآمر على نتيجة الانتخابات وتآمر بعدها على إسقاط الدولة والجمهورية وأعاد السلطة هيبة ناجزة لأعداء الشعب الإماميين الجدد.